السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين صباح الخير عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين الكلمات. في البداية هننعي الشيخ صباح أحمد الصباح أمير الكويت وبرنامج بين الكلمات ينعي أهل الكويت وشعب الكويت الشقيق، ونتمنى لهم الصبر والسلوان على فقدان أمير الكويت صباح أحمد الصباح. من اللحظة الأولى وبرنامجنا احنا مقررين ان برنامجنا بنهتم اكتر بالشباب وتوعية ودعم الشباب، والنهاردة حلقة مهمة جدا للشباب وخاصة الطلاب والخريجين، وعشان كده هنتكلم في كذا نقطة من خلال حلقتنا النهاردة، وهنتكلم عن تأهيل الشباب لسوق العمل، وهنناقش قضية التعليم الفني ومشاكل والاضطهاد اللي بيواجهه طلاب التعليم الفني، وهنتكلم في نفس الوقت هنتكلم عن عودة السياحة وتدريب الشباب للسياحة وعودة السياحة بعد أزمة كورونا وتأهيل الشباب لسوق العمل في السياحة. وعشان كده النهاردة معانا أستاذ هشام وهبة الأمين العام لحزب التدريب والتثقيف والحزب محافظة جديد لحزب مستقبل وطن وعضو المنشآت السياحية، ومعنا في نفس الوقت استاذ هشام ادريس امين السياحه والتثقيف امين السياحه والتدريب والاثار في حزب مستقبل الوطن. تمام، اهلا بكم. أنا سعيد بوجودكم معايا النهارده. استاذ هشام، اتكلمنا النهارده هنتكلم عن سوق العمل. تمام، عايزين نعرف سوق العمل اليومين دول ما بقاش معتمد على الشهادات، بس ازاي نأهل الشباب بالطريقه الصحيحه اللي سوق العمل، احنا عايزين شباب مش شهادات، احنا عايزين شباب يتأهلوا ويكونوا فاهمين اللي بيدرسوه ويكونوا فاهمين اللي هيتخرجوا منه يشتغلوا بيه. طيب خلينا الاول قبل ما نخوض في تعليم الشباب التعليم الفني والخريجين، انا النهارده عايز ادخل تعليم فني علشان اتخرج اشتغل بمهنه حرفيه او مهنيه فنيه. طيب بعد ما اتخرج هشتغل فين؟ صحيح، خاصة اليومين دول في جائحة كورونا احنا بنتكلم على القطاع السياحي والآثار اللي نتجت عن فيروس كورونا. اللي شغال في المجال السياحي متضرر جدا جدا، وفي بعض القطاعات لغاية النهاردة سابع شهر مغلقة. خلينا نتكلم على الجزئية دي الأول. تمام، يعني النهاردة أنا هخش أتعلم عشان أخرج تحصل أزمة أقعد في البيت؟ لا طبعا، دي مشكلة. عندنا مشكلة كبيرة جدا. أولا القطاع السياحي كله، تعال نتكلم على قطاع الأغذية والمشروبات، المطاعم والكافيهات، مسارح المنوعات، قاعات الأفراح، الفنادق، الشواطئ الساحلية. إحنا لغاية النهاردة قاعات الأفراح، مسارح المنوعات، الديسكوهات، كل ده مقفول. مقفول بقاله سبع شهور مقفول. العمالة اللي بتشتغل في القطاع ده عمالة بتشتغل باليومية، يعني بيقبض النهاردة اشتغل بيقبض، ما اشتغلش ما بيقبضش، اللي بيقبضه يا دوبك على قد مصريفه اليومية، ودي العمالة المظلومة، ما عندوش القدرة انه يحوش مبلغ للزمن. صح، فقاعد النهاردة بقاله سبع شهور في البيت من غير دخل، شغل من غير شغل. اتكلمنا كتير ونادينا كتير، مش عارفين ليه القطاع ده بالذات الوحيد اللي مقفول في الدولة لغاية النهاردة. كل القطاعات شغالة، مصانع، شركات، مواصلات عامة، محلات تجارية، كل أنواع المحلات التجارية شغالة ما عدا القطاع ده. زي ما يكون كورونا جت علشان تأذي القطاع ده فقط، قطاع السياحة هو اللي حاليا متضرر. حتى اللي فتح وشغال نسبة الإشغال 50% والقفل الساعة 12 بالليل، ده مكتفنا. أنا دلوقتي شغال ما بحققش 10% من اللي كنت بحققه قبل كورونا. أكيد، بمعنى إن أنا لما كنا قافلين إحنا كمنشآت سياحية اللي هي المطاعم السياحية، وإحنا 1400 مطعم على مستوى الجمهورية، وزير السياحة ألزمنا بان احنا نحتفظ بالعماله، واحتفظنا بالعماله. لما كنت قافل ومحتفظ بالعماله طبعا كنت بخسر اكيد، بس لما فتحت بقى ونسبه الاشغال قليله وبقفل الساعه 12 خسارتي كبرت، بقى عندي طاقه
بستهلكها كهرباء ومية وغاز، غير كده العمال تكييف شغال طول النهار، بدلات زيادة للعمال، الإيجار اللي كان ممكن لو أنا النهاردة صاحب الملك أو صاحب المحل عشان كنا قافلين تجاوب معايا وخفض لي شوية في الإيجار، لما طلع قرار الفتح رجع الإيجار زي ما كان، فبقيت أخسر أكتر من الأول. بنطالب بانه نزود نسبه الاشغال شويه، مش هنطمع ونقول 100%، نقول قبل ما اقطع كلام حضرتك، كان في قرار رئيس الوزراء باعاده فتح جميع القطاعات المغلقه بالطاقه الكامله والاستيعاب الكامل، وانا اريد لحضرتك دلوقتي على الشاشه لو حضرتك تقدر تشوفه. شوفوا بس وراي حضرتك فيه. قرار اعرضوا لنا بس بعد اذنكم القرار. قرار زي ما حضرتك شايف. ده قرار طالع من يوم 6 سبتمبر من معالي دولة رئيس الوزراء للسادة الوزراء بإعادة تشغيل كافة القطاعات المغلقة بالطاقة الإنتاجية الكاملة. طب إيه الآخر تنفيذ القرار؟ لغاية النهاردة ما شفناش القرار ده اتنفذ. إيه السبب؟ قرار من يوم 6/9 لغاية النهاردة. طاقة إنتاجية كاملة، يعني أرجع زي ما كنت شغال قبل كورونا. قبل كورونا المعنى واضح. أنا لغاية النهاردة بقفل الساعة 12، لغاية النهاردة الطاقة الاستيعابية 50%. حاجة غريبة جدا بقى، لغاية النهاردة مفيش شيشة، مع العلم بأنه جميع المقاهي الشعبية وجميع الكافيهات دخلها الأساسي الشيشة. الشيشة فيها عامل بيقدم الشيشة، وفيها مورد بيورد المنتجات بتاعت الشيشة، وفيها مصانع، وفيها محلات قائمة على مبيعات أجزاء الشيشة والمعسلات والعسل والليات، كل ده متوقف لغاية النهاردة. إيه السبب؟ بدون سبب. هنتكلم من الناحية الصحية. طيب نعمل إجراءات احترازية. عندي أقدم شيشة بلي أحادي الاستخدام زي اللي ده. اولا خلينا نقول انه اخر ابحاث من منظمه الصحه العالميه اثبتت انه الفيروس لا ينقل عن طريق الدخان، بينقل سوري عن طريق الهواء، ينقل عن طريق الرذاذ. معنى كده انا لو شربت حجر شيشه والدخان طلع، الفيروس مش هتنقل لحد، ما بيتنقلش في الهواء من التبادل، انما لما يلمس ده في شفايفه وغيره يلمسه ده هو اللي ينقل الفيروس. طب انا ده هستخدمه للزبون، وبعد ما هستخدمه للزبون هفكه كده، هقطعه وارميه. تمام. فاضل عندي القلب والإزازة بتاعت الشيشة. هو بس اللي تغير الخطوة. تتغسل وتتعقم. الحجر هرميه. ده حل. الحل التاني ان الزبون يجيب لي شيشته يشرب عليها وياخد هو ماشي. ده حل. تاني حل شيشة أحادية الاستخدام. شيشة اهي. استخدم مرة واحدة. وتترمي. هيتنقل ازاي الفيروس؟ نسيب بقى الناس تاكل عيش، نسيب الناس اللي بقالها 7 شهور قاعده في البيت. انا لما اعلنت النهارده ان انا هطلع في البرنامج جالي رساله على الفيسبوك من احد اللي شغالين في المهنه وحمل لي امانه اقولها، فبعد اذنكم انا هقولها. اتفضل. امانه عليك يا استاذ هشام، عرفهم ان عيالنا ما لهمش ذنب. اتعرضت على الشاشه. وعرفهم ان قهر الرجال بيوجع، واصعب حاجه بنحس بيها لما عيل من عيالنا يطلب حاجه ونقف عاجزين قدامهم. انت صوت المقهورين، ربنا يقدرك على الحمل اللي انت شايله. دي رساله صغيره من احد العاملين، كم الرسائل اللي بتجيلي من العاملين. نسيب اصحاب المصالح واصحاب الاماكن على جنب، خسارتهم خليها على جنب. العمال، احنا العمالة المرتبطة بالقطاعات المقفولة اللي قلناها لغاية دلوقتي دي لا تقل عن 5 مليون عامل قاعدين في بيتهم من 7 شهور، لا لاقي اكل ولا شرب ولا مصاريف لعياله، وداخلين على مدارس، مش هدخل عياله المدرسة، هيجيب مصاريف المدرسة منين؟ بس كان مش لاقي اكل. ان الاوان ان احنا نلتزم بالقرار اللي كان معروض من شوية ونفتح القطاعات المقفولة. قاعات الافراح تفتح، مسارح المنوعات تفتح، الديسكوهات تفتح، الشواطئ العامة تفتح، خاصة احنا بالنادي برجوع السياحة. طب لما انا بقفل 12 بالليل السائح ده هيجي لي ليه؟ هيجي عشان 12 بالليل يروح الاوتيل ينام وهو متعود يسهر؟
لازم النايف لايف ترجع تشتغل تاني. فعلا في حاجات كتيره بتفتح يعني بتقعد بعد الساعه 12 كده. انا احل مشكله العماله، اشجع بقى الطالب اللي بقول له خش اتعلم فني يقول لي اه ده انا هخرج اشتغل، مش هخرج اقعد في البيت 7 شهور، لان دي كارثه. صحيح. استاذ اهلا بيك استاذ هشام ادريس. استاذ هشام، كلمنا الفتره اللي فاتت من حضرتك امين التدريب في حزب السياحه والاثار في حزب المستقبل الوطن. حضرتك كلمنا ازاي بتاهلوا الشباب للسياحه. طبعا اول حاجه بالنسبه بننعي طبعا الامه العربيه كلها وفاه امير الكويت، لان هو يعتبر يعني رمز من رموز الامه العربيه، فكلنا بننعي نفسنا قبل ما ننعي شعب الكويت اخواتنا، ودي يعني حاجه مهمه جدا. النقطه الثانيه طبعا بالنسبه للفتره اللي فاتت دي، طبعا حضرتك عارف ان مصر مرت بكذا ازمه. اول ازمه مرينا بيها كان ازمه الثوره من 25 يناير، فالفتره دي كنا فقدنا كتير جدا من العماله المدربه او من الناس اللي كانت بتشتغل في القطاع. كنا تقريبا وصلنا لحوالي 14.7 بالنسبه مليون بالنسبه لعدد السياحه اللي مر في مصر، وده كان اكبر عدد وصلنا له، يعني قربنا ل 15 مليون سائح لحد 2010. لما حصل وفقدنا جزء كبير جدا من العماله المدربه، لان طبعا اهم حاجه في السياحه هو العامل المدرب او الموظف المدرب او المؤهل، لان احنا بنبيع خدمه، لان انت بتشتغل نتكلم على السياحه كصناعه، فصناعه السياحه بتحتاج لموظف مدرب ومؤهل بيشغل بالظبط، يكون مدرب ومؤهل ومثقف، وفي نفس الوقت يكون متابع كل التغيرات العالميه اللي موجوده في العالم كله بالنسبه للتطوير. يعني انت لازم تبقى على طول ابديت لكل اللي بيحصل في العالم كله، بتبتدي تطور من نفسك، بتطور من الخدمه بتاعتك، لان المنافسه قويه جدا، لان انت ما بتبيعش حاجه ملموسه، انت بتبيع خدمه، فالخدمه بيعها اصعب من بيع الخدمه. ما بتفيدكش انت بتفيد كوطن، يعني انت بتفيد بالظبط، لان انت عارف ان برضو يعني في دول كبيره في العالم اكتر من 15% من الدخل القومي للدوله من السياحه، فالاهتمام بالسياحه لازم يكون اكتر من كده، وخاصه ان احنا قطاع السياحه من القطاعات اللي اول قطاع بيتاثر باي ازمه واخر قطاع بيرجع. صحيح. يعني دايما، لان هو بتعتبر يعني السايح دايما عامه بيكون عنده فائض فبيسافر بيه، لان عمر ما في واحد يكون عنده التزامات وما عندوش فلوس زياده فمش هيقدر يسافر، فالسفر ده بيحتاج ان هو لازم لما يجي يتعامل مع خدمات معينه. ولما نيجي نبص العدد اللي بيجي مصر نيجي نقول اهم حاجه عندي، طب انا جالي 15 مليون كام واحد منهم هيرجع مصر تاني؟ ده اللي يهمني. صح. يعني يهمني عوده السائح مره اخرى، فلما بيرجع مره اخرى ده بيجي عن طريق ايه؟ عن طريق العامل المؤهل او المدرب او الخدمه اللي بيشوفها، الطريقه اللي بيشوفها والتعامل، طريقه التعامل مع السائح، هو اللي بترجع تاني السائح لزياره البلد بالظبط. فاحنا طبعا اتاثرنا جامد جدا، وخاصه طبعا الازمه الكبرى طبعا اللي بالنسبه لنا اللي هي ازمه كورونا، عالميا من اكبر الازمات اللي مرت في تاريخ يعني الحديث دلوقتي، يعني بالنسبه للعصر اللي احنا عصرناه ما مرش على تاريخنا حاجه زي ازمه كورونا، لان حاجه مش معروفه تنتهي امتى، حاجه جت فجاه ما حدش فينا كان متوقع انها ممكن تكون بالوضع ده. ابتدينا تم المطالبه بينا ان احنا نحافظ على العماله بتاعتنا او الموظفين بتاعتنا اللي هم برضو بقوا جزء من اهالينا، يعني الموظف بالنسبه لنا كمنشاه بقى بالنسبه لنا اهل، فانا كان مطالب بحاجتين، مطالب ان انا احافظ عليه ومطالب ان انا ااهله لما بعد الازمه، لان طبعا بعد ما بتقوم بقياده السياسيه في الفتره اللي فاتت دي من تطوير وتاهيل واعاده تاهيل الطرق واعاده الهيكله في كل القطاعات الدوله، والدوله كانت شغاله بصوره كبيره جدا، وحضرتك شايف حجم المشروعات والطرق اللي البلد شغاله فيها بصوره كبيره جدا، في بنيه تحتيه شغاله بصوره كبيره جدا، البنيه التحتيه دي عشان نبقى جاهزين ما بعد كورونا نقول احنا جاهزين نستقبل، هنستقبل من كل حاجه. فلما نيجي نستقبل لازم يكون عندي العامل المؤهل المدرب اللي يقدر يستوعب ويقدر يقابل اللي جاي. فطبعا معظم القطاع خسر جزء كبير جدا من القطاع، في منه اللي ساب القطاع واشتغل في حاجه تانية، في منه مش قادر يكمل، وانا مطلوب مني ان انا ااهله وادربه. عشان كده احنا في حزب مستقبل الوطن في امانه السياحه والاثار كنا تم التنسيق مع الاستاذ هشام بصفه ان هو امين التدريب والتثقيف، ان احنا ابتدينا نتعاون مع بعض ازاي نستغل التدريب والتثقيف في السياحه، ان احنا ناهل اللي موجودين عندنا من خلال دورات. طبعا كان الفتره اللي فاتت دي كان صعب ان احنا نعمل مؤتمرات او نتجمع، فابتدينا نتجه كلنا للاونلاين. فانت عشان تتجه للاونلاين لازم الاول تدرب الناس على الاونلاين،
ازاي يدخلوا في في عاده الهيكله الجديده. في ناس كتيره يعني ناحيه الاونلاين او التكنولوجيا الحديثه عندهم قليله، زي مدن الصعيد دي التكنولوجيا عندهم قليله، ازاي بتواجهوا المشكله دي معاهم؟ هي دي اعاده ان انت الاول بتدي له بتعرفه ايه اهميه الاونلاين. يعني الحمد لله في الفتره اللي فاتت دي حجم الناس اللي عملت اجتماعات من خلال الزوم ومن خلال المايكروسوفت ومن خلال الاونلاين، الناس كلها ابتدت تتحرك لده، ان احنا بنتواصل عن بعد، بنبتدي نشوف من خلال دي، نبتدي نجيب مدربين، ممكن نجيب مدربين عالميين. وابتدينا يعني في الفتره اللي فاتت دي عملنا في الحزب الحمد لله مجموعه ويبينارز كبيره، من ضمنهم كنا بندخل معانا مثلا زي الدكتور سعيد البطوطي من منظمه السياحه العالميه في المانيا، كنا بندخل معانا الدكتور عادل المصري من باريس مثلا في هيئه التنشيط، كنا بندخل معانا ناس كتيره جدا من بره مصر يبتدوا يدخلوا يعملوا يدخلوا معانا من خلال الدوره. معالي الوزير اشرف صبحي امبارح كان عندنا ويبينار كبير جدا خاص بالشباب والرياضه، كنا عاملينه خاص كان هو اللي قائم عليه، ودخلنا فيه مجموعه كبيره جدا من الوزراء ومن المعنيين في الدول العربيه كلها ودخلوا، كان ويبينار قوي جدا وكان مذاع لايف. يعني كنا من خلال الويبينار ده بيبتدي يقول ان للعالم كله احنا جاهزين ان احنا نعمل معسكرات، ان احنا نجيب الفرق الرياضيه اللي موجوده عندنا، تاهلهم وتدربهم، ونأهلهم ونأهل اللي موجودين عندنا لاهميه التدريب الفتره اللي جايه دي وعلى التاهيل لما بعد ازمه كورونا. ايه اللي احنا المفروض هنعمله في الفتره اللي جايه دي؟ انا شايف ان مستقبل مصر في الفتره اللي جايه دي واعد وهيجي بقوه، وممكن نوصل اللي ما حققناهوش. يعني احنا يعني لو حضرتك بصيت لل مثلا 2017 2018 2019 احنا كنا 5 مليون نسمه، 5 مليون سايح، 8 مليون سايح، 11 مليون سايح، 13.5 مليون سايح في 2019. معنى كده ان انت كنت بتزيد في مصر سياحيا ب 3 مليون في السنه، ودي ما حصلتش في تاريخ مصر في الفتره الاخيره. فعلا كان في زياده كبيره في، ولو ما كانتش حصلت ازمه كورونا كانت تعلى. بس انا شايف ان ازمه كورونا هي ميزه وليس يعني ربنا جابها بالنسبه لنا. نبص للناحيه الايجابيه، الناحيه الايجابيه فيها ايه؟ ان احنا في الفتره دي ابتدينا نقف ان احنا ازاي ندرب نفسينا، ناهل نفسينا، نعيد هيكله نفسينا، ازاي نعمل عمليه تنسيق بيننا وبين مثلا الجامعات الحكوميه، ازاي يعني كنا مع استاذ هشام في الفتره اللي فاتت دي قابلنا الدكاتره مثلا، وقعدنا في جامعه الفيوم، قعدنا مع كليه سياحه وفنادق في 6 اكتوبر في المنصوره، بنتعامل مع جامعات لتاهيل الشباب، ازاي ان احنا نعمل تنسيق تعاون يعني في التدريب، ويقدر استاذ هشام يفيد اكتر في الحته الخاصه بالتيفات واللي تم في الفتره اللي فاتت دي. كان في بالنسبه للتدريب الحمد لله يعني كان في خطوات شايف ان هي خطوات ايجابيه جدا. يعني استاذ هشام كلمنا على الخطوات اللي حصلت في الفتره الاخيره مع الجامعات وبروتوكول التعاون مع الجامعات لتاهيل الشباب وتثقيفهم. خلينا نبدا من البدايه، انه من بعد او من ايام ثوره 25 يناير العماله الفنيه المحترفه المدربه لما وقعت السياحه بعد 25 يناير سابت البلد ومشيت. بقى اللي موجود في الداخل في طبعا ناس كويسه ما نقدرش ننكر، انما الغالبيه العظمى ما هياش كويسه فنية، غير مؤهلين، غير مؤهلين. التعليم عندنا في مصر الفني فاشل للأسف، للأسف الفني والعام. يعني لما بيجي لي حد خريج سياحة وفنادق، لما بيروح لحد محاسب خريج تجارة، لما بيقول له انسى اللي انت تعلمته ده كله خالص، ده للأسف امسحه من دماغك وتعالى يلا نبدأ من جديد. بيعلمه تعليم شهادة، مش تعليم اللي هو ايه اكتسب خبرة اخرج بيها اشتغل بيها. بالظبط كده، تعليم لاكساب شهاده مش لاكساب خبره. في برنامج اتعمل جديد اسمه دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني تيفت ايجي. البرنامج ده بدعم من الحكومه المصريه والاتحاد الاوروبي، والحكومه المصريه ليها النصيب الاكبر في الدعم. في شويه احصائيات كده عايز اتكلم عليها الاول. فضل. 374.6 مليار ده مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي. 2.4 مليون وظيفة في مصر، ده متوسط الوظائف اللي بيوفرها القطاع السياحي على مستوى العالم. 63.2% ده معدل النمو السياحة عام 2017-2018. 90% من وظائف قطاع السياحة يشغلها خريجي التعليم الفني والتدريب المهني. عندنا أكتر من 2 مليون طالب ومتدرب تعليم فني وتدريب مهني في مصر. أكتر من 750 ألف خريج تعليم فني وتدريب مهني
ينضمون إلى سوق العمل سنوياً. أكثر من 150 ألف معلم ومدرب في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني. في 25 جهة حكومية تستفيد من برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. أكثر من 30 ألف مؤسسة بالقطاع الخاص في حاجة للعمالة في مصر. دي شوية أحصائيات بيتبين لنا. الإحصائيات دي معمولة عن طريق التيفت اللي هو برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ده بيودينا لمرحلة جديدة بتخوضها الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الطفرة اللي حصلة، الحلم اللي بنحلمه بقالنا تأخير التعليم الفني 20 سنة، هو الاهتمام بالتعليم الفني، انه الخريج يبقى متوافق مع احتياجات السوق. وده بالفعل بدأ عن طريق التيفت. بدأنا اتعمل ورش عمل ما بين وزارة التعليم والتربية والتعليم ورجال الأعمال بقطاع السياحة في السوق. عملوا زي بروتوكول، مش بروتوكول، قعدنا عملنا وركشوب، عملنا جلسات كتير قوي. انت محتاج ايه من الطالب اللي هيتخرج من عندي من المدرسة الثانوي الصناعي، الثانوي الفني، الثانوي، خلينا احنا نتكلم في السياحة، الثانوي الفندقية، السياحة والفنادي، او الدبلوم المعهد اللي هو السنتين. محتاج الطالب ده لما يتخرج يكون ايه المعرفة اللي عنده، ايه الخبرة اللي عنده؟ قلنا 1 2 3 4. صح. وللأسف التعليم اللي هو السياحة والفنادق إيه، انت تاخد تدفع فلوس، تاخد شهادة، حتى جيت ما جيتش تاخد شهادة وخلاص. ده في الخاص مش في الحكومة. التعليم الخاص بياخد من 50%. معنى كده ان الكل بيخشوا غير مؤهلين ان هم يشتغلوا في السياحة، سواء علميا، خلينا نقول علميا بس، غير مؤهل علميا انه يشتغل في السياحة والفنادق. بدأت أول مرحلة من برنامج التطوير، إنه تطوير المناهج. اتطورت بالفعل المناهج وبدأت من السنة اللي فاتت الدراسة. مع تطوير المناهج تم تطوير المدارس نفسها، اتغيرت البنية التحتية، اتجهزت المدارس تجهيزات حديثة إنها تتوافق مع التدريب الجديد أو التعليم الجديد اللي حطيناه. مجرد ما التجربة دي إن شاء الله هتنجح هتتعمم على مستوى الجمهورية. يعني هم بيجربوا دلوقتي على بعض المدارس ولا؟ بدأت ب 105 مدرسة ومعهد على مستوى جمهورية مصر العربية. تمام. مجرد بقى ما يعدوا الثلاث سنين ويطلع الخريج وننزله السوق نشوف كتجربة أولية، يشوفوا إيه اللي هيوصل ليه. نجحت هتتعمم التجربة. جميل. معنى كده إن إحنا بدأنا بفكر جديد، بدأنا نفكر في الواقع اللي إحنا فيه. بدأنا نفكر ان انا بدل ما بهتم بان انا بديله شهادة اخر السنة، لا، انا بديله مهارة تنفعه ويشتغل بيها، وتنفع الوطن كمان في نفس الوقت. طبعا مصادفنا بقى مشكلة. مشكلة كبيرة. اكيد في مشاكل، طول ما في ايجابات في مشاكل. الثقافة، احنا للأسف في السبعينات والثمانينات والتسعينات الاعلام صدر لنا ثقافة انه الفني، السباك، الميكانيكي، الكهربائي، الطباخ، ان ده مجرم وبلطجي وفي اضطهاد كبير فعلا زي ما ذكرت في الاول. سوقوا سمعه المهنه او سوقوا سمعه الفنيين. ده لازم نغيره فورا، لازم نبدا نغيره. لما يكون انا عندي حد مؤهل متعلم ومتعلم مهنه هيفيدني في السوق وهينفع المجتمع، انا لازم ابروزه واحطه في صوره مبروزه في الاعلام. صح. مش اشلفطه وابوظ سمعته. صح. لازم نغير ثقافه الشعب. لازم الشعب يفهم انه مش شرط انه انت اللي يجي العريس مثلا لبنته معاك مؤهل ايه. ده للاسف معاك مؤهل عالي على عيني وعلى راسي، متوسط، فني. عين التعليم الفني او المتوسطين هما دول بيبقوا اساس في مصر. يعني الشغلات احنا لو من غير مثلا كهربائي، ميكانيكي، سباك، في برضو اللي هي هنتكلم في الفني اللي هو التجاري الكلام ده كله. طب. من غيرهم البلد مش هتمشي. يعني احنا بالظبط كده، دي نقطه ضايعه خالص. بالظبط. في حين انه انا كصاحب عمل لما بيجي لي حد خريج جامعه سياحه وفنادق وحد خريج معاه سنتين او سنه وفندقي، ما باخدش بتاع الجامعه، باخد بتاع التعليم الفني المتوسط عشان مؤهلين اكتر، لانه مؤهل عملي اكتر، بيعرف في المهنه اكتر. الشغل اليدوي مناسب ليه. التعليم العالي عايز يتخرج يقعد على مكتب وعنده سكرتيره وياخد مرتب 15000 جنيه وعربيه، ما عندوش استعداد يخش يقف في مطبخ.
ما عندوش استعداد يخرج يشتغل ويتر في مطعم مؤهل عالي. لازم نهتم شوية بثقافة المجتمع، نغيرها ناحية التعليم الفني، والمتهم في ده الإعلام، هو اللي بوظ السمعة، فلازم هو اللي يهتم وهو اللي يرجع السمعة دي تاني. صحيح. أستاذ هشام، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني وهنكمل كلامنا عن التعليم الفني والسياحة وتأهيل الشباب وتدريبهم، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل في حوارنا الشيق جدا عن تأهيل الشباب وتدريبهم والتعليم الفني والسياحة، كذا موضوع النهارده اتكلمنا عنه. ونرجع لأستاذ هشام وهبة. أستاذ هشام، احنا اتكلمنا في البداية عن الحزب مستقبل الوطن، عايز بقى اتكلم عن نقطه ازاي حزب مستقبل الوطن في فتره قليله بقى ليه شعبيه كبيره جدا في فتره قليله. كلمني او تعليقك على الموضوع ده. الحزب احنا في عندنا اداره مركزيه وعندنا مقر كل محافظه، كل محافظه بتتقسم لمراكز واقسام، كل قسم ومركز بيتقسم لمدن وقرى ومقرات فيها. فالحزب حزب مستقبل الوطن اكبر حزب منتشر في الشارع على مستوى الجمهوريه في فتره فعلا ما شاء الله. نمره واحد. نمره اتنين، الفعاليات اللي بيعملها الحزب. يعني احنا شفنا في السيول قريه الدمسي اللي في الصف، لما انهارت القريه كلها الحزب اعاد بناء القريه. شفنا في دخول الشتاء والسقعه اتعمل فعاليه شتاء دافئ وتم توزيع بطاطين على المحتاجين. بنلاقي في رمضان كرتونة في رمضان وبتتوزع. مش كده وبس، كان في قرار الاخير اللي هو بتاع الحزب لحضرتك. الحزب فيه 27,000 منحة للمتضررين من قانون المحليات اللي عليهم فلوس مش قادرين يدفعوها، هيدفعها عنهم الحزب. في كل محافظة 10,000 قضية. جزء تاني برضو مهم، الاهتمام بالمرأة ومشاكلها، الاهتمام بالشباب ومشاكلهم. بما اني بتاع تدريب بقى فاتكلم عن التدريب. عن التدريب، احنا بنوفر تدريبات وبنوفر وظائف. على سبيل المثال احنا اليومين دول بنعمل بروتوكول تعاون في محافظة الجيزة مع جريدة في البلد، بنعمل منحة لتعليم الصحافة. انتوا مش بتدربوهم بس، انتوا كمان بتعلموهم مهن تانية غير السياحة والتدريب الفني في كل المجالات، الصحافة في كل المجالات، جميع المكان. احنا البروتوكول ده عشان الصحافة، ازاي يقدر يعمل خبر صحفي، ازاي يقدر يشتغل في الصحافة. وده زي ما قلت بالتعاون مع جريدة في البلد. قيس على كده بقى مجموعة بروتوكولات مع مجموعة جهات مختلفة، ان احنا ندرب. بعد ما هندرب هنعمل ملتقى توظيفي علشان نوظف اللي انتوا دربتوهم، اللي دربناهم. بالاضافه انه برضو المنحه او البروتوكول اللي اتعمل مع جريده في البلد، انه برضو هيختار الاوائل من كل كورس وهيعينهم او هيوفر لهم وظائف في الجريده. في الجريده، تمام. على هذا الاساس حزب مستقبل الوطن متشعب، موجود ومنتشر في البلد كلها باعماله، مش زي ما بيقال من مغرضين انه بامواله. احنا الاموال بتساعد في الاعمال، فاحنا بنقدم خدمات. الخدمات مش اكل وشرب بس، خدمات كتير قوي. الخدمات اللي بتفيد البلد، خدمات طبعا بتفيد البلد. اتعملت حملات طبيه، نزلت قوافل طبيه في القرى والمدن. حاليا برضو من فترة بادئين في محو الأمية، بادئين بنعمل مشاغل للسيدات انها تشتغل فيها ويبقى الانتاج يتاخد ويتباع. يعني الحزب قايم بمكمل للحكومة، بيساعد الحكومة. الحكومة احنا عارفين عليها أعباء كتيرة جدا وأعباء جامدة جدا، زي لسه معايا رئيس الدولة من يومين مطلع قرار بصرف منحة تانية من هنا لآخر السنة 500 جنيه للأعمال غير الثابتة. فالحكومة عليها أعباء كبيرة، لازم يكون احنا شايلين مع الحكومة وفي ظهرها وبنساعدها. تمام. أستاذ هشام إدريس، نرجع لحضرتك وهنتكلم في موضوع السياحة مش هنخرج منه. الأعمال في قطاع السياحة مرتبطة بالخارجين السياحة فقط، ولا بيكون ممكن أي أنا كخريج كلية تجارة أو خريج كلية حقوق ممكن أشتغل في السياحة؟ هل بيكون في من جانبكم تدريب أو تأهيل ليا؟ طبعا احنا بالنسبه طبعا انا ما كانش ليا في الاحزاب ولا عمري دخلت في حزب. كان اول ما دخل ليا كان
حزب مستقبل الوطن عن السياحه والاثار، لان هو اللي انا افهم فيهم السياحه. فطبعا لما طلب مني تكوين امانه، الحمد لله ربنا وفقني ان اخترت في الامانه بتاع معايا مجموعه شركاء معظمهم دكاتره جامعه، يعني دكتور وصال ابو علم كليه فنادق، حلوان دكتوره سوزان بكري الفيوم، الدكتور وائل عزيز كليه، الدكتور هناء بروفيسور هناء في المنصوره، دكتوره سوزان بكري في الفيوم، معانا سياده اللواء احمد حمدي، معانا استاذ علاء خليفه خبراء الديجيتال، دكتوره هناء 6 اكتوبر وجامعه 6 اكتوبر طبعا دكتوره هناء. فلما جينا عملنا بروتوكول تعاون وجمعنا المجموعه دي، ابتدينا نتحرك بفكر ان احنا دورنا ان احنا ازاي نبقى عندنا فكر، نعمل ايه تخرجوا بره الصندوق بالظبط. وفي نفس الوقت الناس دي كلها عمرهم ما اشتغلوا في احزاب، احنا كلنا ناس بنشتغل بنحب مصر وبنحب البلد وبنحب القياده بتاعتنا وعايزين مصر في احسن صوره ليها. ايه اللي نقدر نعمله من خلال الحزب؟ ازاي نوصل فكرنا؟ فابتدينا نعمل مجموعه اجتماعات، وابتدينا نتحرك في الفتره اللي فاتت دي ان احنا بدينا نعمل ورش عمل ورك شوب في كل جامعه. عملنا في جامعه الفيوم، عملنا في جامعه 6 اكتوبر. اول ورك شوب ابتدينا نعمله نقول طيب دلوقتي على سبيل المثال بالبلدي كده، انا كصاحب شركه سياحه كل سنه مثلا بيكلمني واحد صاحبي، هشام ممكن بعد اذنك عندي بنتي في كليه سياحه فنادق تديها جواب انها اتدربت عندك لمده شهر، اروح مديله جواب ياخده، يبقى بنطلع شهادات لكن ما بنطلعش الناس مؤهلين. صح، يعني ده بيأثر فيما بعد طبعا، لانه في الاخر واخد شهاده وفي قدام الجامعه هو واخد شهاده انه اتدرب عندي، هو ما اتدربش عندي. طب ازاي نبعد عن دي؟ ازاي نخلي اللي بيتدرب فعلا يتدرب فعلي ويطلع منه فعلا؟ ابتدينا من خلال غرفه شركات سياحه برضو مع لجنه التدريب، كنت عضو في لجنه التدريب في الفتره غرفه شركات سياحه، ابتدينا نعمل بروتوكول تعاون بين غرفه شركات سياحه والجامعات دي من خلال الحزب، ان احنا ازاي نجمع دول مع بعض وازاي ان احنا الطالب اللي طالع يطلع مؤهل. حضرتك سالت سؤال، هل لو مثلا واحد خريج مثلا كليه حقوق او كليه تجاره ينفع يشتغل في السياحه؟ ينفع يشتغل في السياحه طبعا، اي حد يقدر يشتغل في السياحه، بس هي النقطه كلها هيشتغل ازاي، هيتدرب في السياحه، هيتدرب هيعمل ايه في السياحه، ايه المهنه بتاعته اللي مطلوبه في السياحه، ايه المتطلبات لكل وظيفه، ازاي تو مانجر مانجر، ازاي ان هو يدير مديره ان هو يشتغل، ازاي ان انا كصاحب شركه سياحه ابقى فاهم يعني ايه شركه سياحه وادورها، ازاي الموظفين بتوعي يبقى مؤهلين ان هم يكونوا يقدروا يشتغلوا في الوظيفه دي. فانا اي حد بيجي لي بدربه وباهله وبعمل له اعاده تدريب وتاهيل عشان اديله الجوب ديسكريبشن بتاعت كل وظيفه من دي، ايه المتطلبات بتاعتها، هو المفروض يعمل ايه. فيبقى احنا في الفتره اللي فاتت دي ابتدينا نشتغل ان ازاي يتم مثلا هيطلع واحد من كليه سياحه وفنادق وهو طالع لازم هيتدرب عندي فعلا، هيتدرب بنوعين، في نوع نظري وفي نوع عملي. زي بالظبط لما يجي مثلا جامعه الفيوم، اقترحنا عليهم في الاجتماع الاخير في الورك شوب ان هنفترض مثلا ان انت عارف حضرتك في الماجستير وفي الدكتوراه، لما بيجي ماجستير هو بيعمل مشروع، طب ليه ما نستغلش المشروع نشتغل على التنميه المستدامه والسياحه الريفيه والسياحه البيئيه؟ يبقى احنا حاجتين بنرفع من الكفاءه بتاعه المنطقه اللي هي مثلا هنتكلم عن المناطق الريفيه، يعني مثلا نقول مثلا طلبه هيعملوا مشروع، طب ليه ما ياخدوش بيت بتاع واحد مثلا من الناس اللي هم في الريف ويبتدوا هم المشروع بتاعهم، ازاي نطور البيت ده يبقى بيت مؤهل ان يزوروه زي ما دول زي اسبانيا وهولندا بتعمل وفرنسا أو بيشتغلوا على السياحه الريفيه او السياحه البيئيه او التنميه المستدامه. يبقى عشان نشتغل على ده يبقى انا ازاي ادرب الطالب يعملوا مشروع على البيت ده، احسن واحد هيعمل مشروع وينجح في البيت ده انه يطوره بشكل معين، هبتدي اعرض على مجموعه مستثمرين او المستثمر تعالى طور نفسك من خلال فكر الطالب من خلال البيت اللي موجود، ازاي نعمل منتج سياحي نقدر يكون فيه عنده ستاندر معين اقدر اخلي السائح يزوره، لان برضو انا ما اقدرش ان انا لان انا عندي برضو عارف حضرتك في اكلات شعبيه وفي حاجات مصر مشهوره بيها. مصر بتتميز ان الحمد لله عندنا كل منطقه وديها طابع، والطابع ده يبقى احنا بنعمل براندنج لكل منطقه. لما نيجي نعمل براندنج لكل منطقه نيجي الفيوم سياحه ريفيه، يبقى الطالب عمل مشروع جبت مستثمر دخل معاه، صاحب البيت شارك، انا دوري بقى كشركه سياحه او كوزاره سياحه او هيئه تنشيط ان انا ابتدي انشر ده ونشطه اخلي السائح يجي له، يبقى كلنا اشتركنا مع بعض وكل واحد يبقى ليه نسبه، يبقى انا نجحت ان انا الطالب اللي بينجح فعلا بديله المشروع بتاعه متأهله في نفس الوقت بنشغله في نفس الوقت بتعلم في نفس الوقت اللي بيشرف عليه دكاتره جامعه، فبيبقى احنا كده دخلنا للناحيه العمليه وفي نفس الوقت الناحيه يعني النظريه موجوده والناحيه العمليه موجوده والناحيه الاستثماريه جبت المستثمر اللي عايز يستثمر في المشروع ده، يبقى احنا نجحنا ان احنا نعمل سياحه بيئيه ريفيه جايه من مبنيه على التنميه المستدامه، وفي نفس الوقت انا كده بشغل وظائف موجودة عندي مجموعة من هشتغل على النوبة لوحدها، هشتغل على الفيوم لوحدها، هشتغل على سياحة الدروب
لما يكون عند ضرب البحر الاحمر وعند الدروب بتاعت سينا، يبقى انا كده بشجع اهل كل منطقه انها تشتغل، وبرفع الكفاءه بتاعتها واشتغل عليها، لان احنا مصر عندها مجموعه، يعني لو بصيت طول السنه وبالذات ان احنا الفتره اللي جايه دي داخلين على الخريف والشتاء، يبقى احنا لازم نركز على السياحه الشتويه، يعني عندنا مناطق شتويه نقدر نشتغل عليها في الفتره اللي جايه. يبقى احنا كده الحزب نجح ان هو يجمع بين الطلبه وبين دكاتره الجامعه وبين الناس اللي محتاجين تطوير واعاده تاهيل والمستثمرين نفسهم ادخلهم بشكل معين. يبقى هو ده المطلوب، ان احنا نعمل تعاون كله، نقف جنب الدوله في الفتره اللي جايه دي، نقف جنب القياده السياسيه في عندنا، والحمد لله بقى الترابط بين المناطق كله موجود بالبنيه التحتيه اللي موجوده دلوقتي، سهوله التواصل. يبقى احنا ازاي نستغل ده ونرفع كفاءه كل مصر من خلال التدريب والتاهيل. طب بالنسبه للمنشات التابعه للمحليات والغير التابعه للمنشات السياحيه، استاذنك عايز اضيف حاجه بس صغيره تاكيدا لكلام الاستاذ هشام. اتفضل. لو تتذكر في مؤتمر جامعه الفيوم اللي حضرناه، كان اهم احد التوصيات اللي طلع بيها المؤتمر هو عمل بروتوكول تعاون مع الشركات، مع الغرف السياحيه. امبارح فعلا تم احنا كغرفه المنشات السياحيه بقياده رئيس مجلس اداره عادل بن مصري، شرفنا امبارح الدكتور اشرف عبد المعبود والدكتوره سوزان البكري، وعملنا وقعنا بروتوكول تعاون ما بين جامعه الفيوم كليه السياحه وفنادق والمنشات السياحيه لعمل تدريب للطلبه والخريجين، وبعد تدريبهم توظفوا. والبروتوكول متبادل التعاون فيه ان هو كمان هيقوم بدور انه هيدرب لي العاملين بالمنشات السياحيه، العماله اللي شغاله، ان هو يدربها بقى ثقافيا الناحيه التعليميه، احنا بندي العملي وهو يدي الناحيه النظري. نرجع تاني لسؤالنا في الاول، موجه لحضرتكم، المنشات التابعه اللي هي المنشات زي ما احنا اتكلمنا في الاول، المحليات والمنشات غير تابعه للسياحه، ازاي ممكن وهي بتشغل 99% من الاشغالات السياحه، ازاي نقدر نضمها ونحتوي الموضوع ده؟ تعالى نقسم السوق بالبلدي كده لثلاث أقسام: مطاعم سياحية، مطاعم وكافيهات سياحية، ودي تمثل عدد 1400 حوالين على مستوى جمهورية مصر العربية، منشآت مطاعم وكافيهات وقهاوي شعبية تابعة للمحليات وبدون ترخيص، التصنيف الثالث. بدون ترخيص ده هو 99% اللي حضرتك قلت عليه، بدون ترخيص، لا رقابة، لا تفتيش، لا رخصة، لا عمالة غير رخصة، ولا ضرائب، ولا ضريبة قيمة مضافة، ولا تأمينات للعمالة، ولا ضريبة كسب عمل، الدولة ما تستفدش منه حاجة. المستفيد الوحيد الموظف اللي بيعدي ياخد ظرف كل أول شهر. صحيح. لا، أنا عايز أدخل الظرف ده للدولة بدل ما يروح لشخص يروح للدولة. نعمل ايه؟ احنا في قانون المحال العامة اللي صدر في 2019 الجديد وسمح بالتصالح واصدار تراخيص. اعمل النهاردة اشكل، مش هقول لجنة لان الموضوع اكبر من انها تبقى لجنة، ادارة. يبقى في التنمية المحلية ادارة مخصوصة لادارة قطاع الاغذية والمشروبات، كل ما يمت الاغذية والمشروبات من مطعم وكافيه، مطعم شعبي وقهوة شعبية. اللجنة دي دورها او الادارة دي دورها نمرة واحد تعمل لي مواصفة لكل نشاط من دول. انا النهاردة عايز اعمل مطعم، اروح للحي يا جماعة انا عايز اعمل مطعم، ايه المواصفات اللي مطلوبة علشان تدوني الترخيص؟ ادي له ورقة كده مكتوب فيها المواصفات المطلوبة منه وينفذها، وينفذها وياخد الترخيص. تنزل لجنة تشوف ياخد الترخيص، زي ما بيحصل عندنا في السياحة بيحصل كده. احنا مقسمين 5 نجوم، 4 نجوم، 3 نجوم، كل نجمة من دول وليها مواصفة، كل نشاط سواء كافيه او مطعم او محل حلواني ليه مواصفة، بياخدوا المواصفة ينفذ، تنزل لجنة تشوف تمنحه الترخيص، والترخيص ده بيصدر بقرار وزاري موقع من وزير السياحة. والاستفادة يعني على الجميع، رخصتي قرار وزاري والاستفادة على الجميع. والاستفادة على الجميع. يبقى ننشئ ادارة، والادارة دي يبقى في بروتوكول تعاون ما بين وزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة صاحبة الخبرة، ندرب اللجنة دي او الادارة دي على الشغل تشتغل ازاي. عملنا مواصفات، هنزل دلوقتي بحملة الف على كل الغير مرخص
واديهم اشوفهم ايه اللي ناقصهم واساعدهم، واديله تصريح مؤقت عشان ما يبقاش شغال مع نفسه. تمام تمام. انا بشكركم جدا، حضرتك كنت منورني. لو حضرتك توجه كلمه اخيره لتاهيل الشباب والشباب. لتاهيل الشباب والشباب، الشباب مش عيب انك تشتغل شغله فنيه. احنا التيفيت اطلق 2 هاشتاج، شعارين، سلوجان، اشتغل فني ده واحد، الثاني راس مالنا عمالنا، راس مالنا عمالنا. اشتغل فني ما تكسفش، نظره المجتمع هتختلف. انت احسن من اللي قاعد على مكتب، انت بتشتغل بايدك، انت بتنتج، انت بتخدم المجتمع. طبعا الموظف برضه بيخدم المجتمع، بس الوضع هنا مختلف. اشكرك استاذ هشام. استاذ هشام ادريس، كلمه. انا بتمنى طبعا ان الناس لازم تفهم ان مع القياده الجديده ومصر الجديده زمن ان انا اشتغل عشان انا قريب فلان، او ان انا عشان اعرف فلان، ده الزمن ده راح. الزمن اللي جاي كل انسان هيشتغل بامكانياته، ربنا هيديله على قد امكانياته، وعلى قد ما هيجتهد وعلى قد ما هيدرس ربنا هيديله. يعني على قد ما هنتدرب اكتر ونشتغل اكتر ونعمل اكتر ونعرف اكتر، ان شاء الله ناخد المكان بتاعتنا. واتمنى دور الرقابه هيبقى اقوى في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. ولازم كله يعرف ان اللي جاي احسن من اللي فات ان شاء الله. مصر طالعه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اشكرك استاذ هشام وهبه، كنت منورنا النهارده. اشكرك استاذ هشام ادريس، كنت منورنا النهارده. كانت في ختام حلقتنا ان شاء الله. بس احب قبل ما انهي حلقتي اشكر الاستاذ الجميل محمود هشام اللي كان عد يعني اعداد كبير للحلقه النهارده وتعب فعلا في حلقه النهارده. واشكر الاستاذ محمد عاشور على اعداد الحلقه. وفي النهايه بشكر والدي اللي كان اساس ان الحلقه تقوم بالشكل ده. اشكركم وانتظرونا ان شاء الله في ختام حلقتنا الاسبوع الجاي ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج بين الكلمات.